كوكو ما شيري، مرحبا بكم في الشين يوتيوب نتاعي. اليوم جبت لكم غوسيت سهله ياسر وبنينه ياسر، وقتها توا اللي هي فيلوتي دو ليغوم. دونك اول حاجه باش نستحقوا هوني هما 3 كعبات فانيليا، كعبتين كلافز ريتوهم الكبر، معناتها نتوما من بعد حسب الكبر زيد ولا نقصوا، برج قرعه احمر، بصله صغرونه هكا متوسطه مش صغيره ياسر، وكعبتين بطاطا صغرونين. وهوني عندي كلافز. بالنسبه للبراسيا سامحوني، عندي كعبة براسيا هنا، لو كان انا من شغلت اسمها براسيا هي البواغو، دونك نحيو البارتي الفوقانيه هذيك ونحيو لو ثاني. وباش نبداو نحضروا في الخضره نتاعي، حبيت جوست نوريكم انا كيفاش نعمل القرع، على خاطر القرع ديما صعيب معناتها تقشيره، دونك انا نقشره هكايا. وكان تحسوه هكا يابس ولا ما نجمتوش تقشروه، حتى البرج هذاك قصوه هكا لزوز برج اخرين وقعدوا قشروه، ساهل راه ما فيها حتى شيء. كاو دونك نكمل نقص الخضره نتاعي الكل باش نقصوها، معناتها باش نكملوا نقشروها وننظفوها ومن بعد نقصوها كبار صغار كيما تحبوا، ولا جوست حبيت نوريكم الكبر اللي انا استعملته. انا جوست نقولكم البراسيا والبصل حاولوا قصهم جيدين، خاطر من الاول هما اللي باش نستعملوهم باش نقليوهم، من الاخر الكل فريمون حسب كم يظهر لكم، على خاطر احنا باش نرحيوهم. جوست حاجه برك خموا فيها انكم قد ما تقصوه كبير قد ما ياخذوا اكثر وقت باش يطيب من بعد، واحنا باش نحاولوا نعملوا اون غوسيت اكسبريس، ما فيسع فيسع، كي نقصوها اقل شويه تاخذ اقل شويه وقت، هذيك هي الحكايه. توا نجيو في الكسرونه ولا في الطنجره ولا في الحاجه اللي باش تطيبوا فيها، نسخنوها مليح ومن بعد نحطوا فيها زوز مغارف زبده وزوز مغارف ابخي زيت ولا مغارفه ونص زيت حسب كيما تحبوا، يعني مش لازم كي تكون فريمون بريسيز على الاخر. دونك هذوما باش يبدا الباز نتاعنا، وباش نحطوا فيهم اول حاجه البصل والبواغو، البصل والبراسيا باش نحطوهم هما يتقليو من الاول ومن بعد نكملوا بقيه الخضار، خاطر هذوما يعطيو مطعم بنين كيف يتقليو من الاول. ولا دوك نحطوهم نحركوهم شويه ونغطيو عليهم الطنجره ونخليوهم يتقليو ابوبخي دقيقه ولا دقيقتين من زمان، حتى تبداو تشموا في ريحه بنينه ياسر، دوك تعرفوا ملي امورهم واضحه. ولا هوني اظن كيفاش وليو حضروا، معناتها وليو هكا شويه ترانسبارون مش كل طايبين ياسر، باش نكملوا بقيه الخضره نتاعنا. دوك هوني نحطوا الخضره الكل من غير معناتها اوغد، نحطوها الكل مع بعضها باش نبداو نتايبو. دونك قبل ما نحط الماء حطيت الخضره الكل، مازلت لحطيت الماء لفيح راهو باش نعملو لها هكا تحريكه، وباش نخليوها هي بيدها في فوق الغاز دقيقه ولا دقيقتين من زمان، تاخذ شويه كالزبده وكال تقلى مليحه كتخرج ريحه بنينه 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 بنينه، الريحه راهي ماهيش نورمال. فوالا دونك وتوا نطلو عليها نلقاوها تقلت شويه، نجيو نحطو الماء نتاعنا. بالنسبه للماء ديما كي تبداو طيبو حطوا كسرونه على جنب، ما يغلي اوزو كيفي ما يغلي لين تغموه، تغموا الخضره. ما نجمش نقول لكم قداش قد على خاطر انت والكسرونه نتاعكم، المهم الخضره تتغم باش من بعد كل شيء يطيب. نثبتوا اللي الخضره كلها هكا مغمومه في وسط الماء. وبالنسبه للفيح راهو ملح وفلفل حلو هكا هو، ناكد لكم اللي ما تستحقوش تحطوا حتى نوع نتاع فيح فيها الفلوتي هذه، على خاطر الخضره اللي فيها كلها بنينه، هي بيدها بنينه يعني ما تستحقش اكثر من هكا. ولا دوك ونغطيوها ونخليوها تيف في عقلها. بالنسبه ليا انا خذيت لي 20 دقيقه، انتوما حسب الكبر نتاع الخضره كيفاش تقصوها تاخذ لكم اكثر والا اقل. انتوما اش تعملوا، تمدوا كعبه سفنيري خاطر اكثر واحد لازمها تيب، تمدوا كعبه سفنيري تحطوا فيها السكينه، كان طابت سي بون الدنيا كل طابت، نجموا تثبتوا بالحاجه بالحاجه كيما تحبوا. فوالا دونك هاو فيت معناتها تطيب وفيت، او جيت باش نرحيوها. انا حطيتها كلها في الميكسير خد، ما عنديش هكا البغا بلونجون، كان عندكم البغا بلونجون يكون احسن ويكون اقل معون، سينو حطوا هكا في الميكسير. انا الميكسير نتاعي يتحمل السخانه ما يستحقش، يعني مادام يستحقش نبردها وكها، دونك يتحمل السخانه. حطيت كل شيء وهوني حطيت وهو قاعد يدور حطيت زوز مغارف كريم فريش ايبيس، كريم فريش راهي بنينه 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 ترد الفلوتي اونكتور على الاخر، لازم راهي تبع الغوسيت دونك ما تزابيوهاش هذيا كا. والغوسيت نتاعنا حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاع اليوم، ما تنساوش تخليو ثامز اب كان عجبتكم، دو فوزابوني كانكم اول مره تفرجوا فيا، ونشوفكم في الفيديو الجايه.